راديو برودكاستنج ان ذا ميديوم ويف باند. يعني احنا عندنا فريكوانسي الباند ده بتاع الفريكوانسيز ده بيبدا من 500 لحد 1599 كيلو هرتز. يعني دي بدايه الفريكوانسي ودي ثانيه الفريكوانسي بتاعت الباند كله بتاعي. والباند ده المفروض ان انا اوت عليه كذا تشانل، كل تشانل الباند بتاعها 18 كيلو هرتز. يعني زي مثلا لو احنا بناخد بالنا في الراديو، لو احنا الاف ام باند يعني الفريكوانسي موديليتد باند، ده باند فيه كذا تشانل. لو احنا بنفضل بنسويب المحطات كده او التشانلز كده بايدينا، لان احنا بنروح من فريكوانسي للتانية زي 100.6 108 والكلام ده كله، دي عباره عن الفريكوانسي بتاعت الكاريرز اللي انا ببعت عليها التشانلز في الفريكوانسي موديليشن في الفريكوانسي موديليتد رينج ده. فزي هنا بالظبط، ده انا عندي فريكوانسي رينج ليه بدايه وليه نهايه، ببعت فيه تشانلز كتيره قوي. هنا مديني ان كل تشانل ليه باندوز 18 كيلو هرتز، وقال لي ان الباندوز ده دبل سايد باند باندوز. يعني ايه دبل سايد باند؟ يعني ده التوتال باندوز بتاع التشانل من اولها لاخرها، او الويدث الكامل للتشانل زي ما هنشوف الرسمه كمان شويه. لكن لو هو ممكن يقول لي سنجل سايد باند، ده معناه ان انا مديني بس نص الويدث او نص الباندوز، يعني المسافه ما بين الكارير كده كده الكارير بيجي لي في نص التشانل. اللي هو قال لي سنجل سايد باند، ده معناه ان هو مديني المسافه ما بين الكارير اللي هو نص التشانل واخر التشانل، وبالتالي محتاج اضرب الباندوز ده لو هو سنجل سايد باند اضربه في اتنين وحل. لكن مساله زي دي مديني دبل سايد باند باندوز، يبقى ده كده خلاص ده الرقم النهائي واحل بيه على طول. هو مديني هنا ان هو عندي الباندوز النهائي 18 كيلو هرتز، ومديني كمان ان ما بين كل تشانل والتانيه في جارد باند بالويتس بتاعه 3 كيلو هرتز. يعني ايه الجارد باند؟ يعني انا دايما لما ببعت المحطات واحجز لها فريكوانسي رينج كده لازم احط جارد باند ما بين كل محطه والتانيه، عشان ما يحصلش ديستورشن في التشانلز دي او ما تخشش في بعضها لما اجي ابعتها في فريكوانسي عاليه. فلازم احط كده سيفتي باند او باند كده في النص للامان ما بين التشانلز دي عشان ما تخشش في بعضها. المهم يعني ان هو بيقول لي ان انا عندي تشانلز كتير قوي، كل تشانل باند بتاعها 18 كيلو هرتز، والباند الجارد باند ما بين كل شانل والتانية 3 كيلو هرتز. طالب ايه بقى؟ طالب اول حاجه الفريكوانسي بتاعت اول كارير بتاعت الكارير بتاع اول شانل يعني، وعايز الفريكوانسي بتاعت اخر كارير بتاع اخر شانل، وعدد الماكس نمبر اوف شانلز يعني اكبر عدد الشانلز ممكن ابعتها، وان هو يحسب كمان الفريكوانسي بتاعت الكارير رقم 5 يعني اللي شانل رقم 5. طيب مساله زي دي اول حاجه لما بيجينا مساله زي دي بنبدا ان احنا نرسم الباند بتاعنا من اوله لاخره، ونبدا نوزع فيه التشانلز بالجارد باند. هو هنا مديني الرينج من 546 ل 1593. ثواني طيب، هو هنا مديني ادي اول فريكوانسي عندي 546 وادي اخر فريكوانسي 1593، والمفروض ان انا ببعت التشانلز ما بينهم. طيب عايز اول حاجه يحسبها الفيرست كارير، زي ما قلنا احنا اول فريكوانس دي ببدا بيها اول تشانل، ولازم ابقى واخد بالي ان الباندويث بتاعي هو 18 كيلو هرتز، هو دبل سايد باند، وبالتالي هو التوتال ويدث بتاع كل تشانل، وفي 3 كيلو هرتز ما بين كل تشانل والتاني. لما يقول لي عايز اول كارير، فانا عارف ان اول كارير زي ما قلنا ان دايما الكارير بيجي في نص التشانل يعني في نص الباندويث بتاعها. فمعنى كده ان اول كارير اللي هو الحته دي كده لما نكون عايزين الفريكوانسي بتاعتها، فهي ايكوال الستارتنج فريكوانسي بتاعت الباند اللي هي 546، واجمع عليها نص الباندز يعني نص ال 18 كيلو هرتز. وبالتالي اول كارير فريكوانسي هتبقى ايكوال 546 بلس نص الباندز اللي هو نص 18 يعني 9، يعني 546 زائد 9 يعني 555 كيلو هرتز. فدي كده اول كارير فريكوانسي. طيب لما يقول لي في رقم بي عايز اللاست كارير فريكوانسي، اللاست كارير هو بالظبط اللي احنا عملناه في الاول بس بالعكس. يعني ايه؟ يعني هنروح على اخر فريكوانسي ونطرح منها نص الباندوس. هو عايز الفريكوانسي دي اللي انا مشار عليها دلوقتي، فهو عايز اخر فريكوانسي ناقص نص الباندوس، وبالتالي هو عايز 1593 ناقص 18 على الاثنين يعني ناقص 9، هيدينا 1584 كيلو هرتز. اللي عنده اي سؤال يوقفني اعمل زوم. حاضر. طيب ماشي كده رقم A و B، لو حد عنده أي سؤال فيهم يقول لي وأنا بحل. طيب سؤال رقم C، طالب إن إحنا نحسب max number of channels يعني عدد الشانلز دي كلها اللي أنا ببعتها within الفريكونسي باند ده اللي هو من 546 ل 1593. طيب أنا عارف إن أنا في الفريكونسي رينج ده ببعت عدد الشانل
واول فريكونسي تبدا بتشانل، وبعد كده جارد باند، وبعد كده تشانل، وبعد كده جارد باند، وهكذا لحد ما بنهي بتشانل. فاخر تشانل دي هي الوحيده اللي ما فيش جارد باند بعدها. وبالتالي مثلا انا لو عندي الباند ده بقدر ابعت فيه 10 تشانلز، فانا ببعت فيه 9 جارد باند بس، فدايما عدد التشانلز هيبقى اكبر من عدد الجارد باند. طيب انا بمعلومه زي كده، انا لما اجي احسب نمبر اوف تشانلز هيبقى هو في الاخر هو الرينج كل الفريكونسيز بتاعتي على الويتس بتاع كل تشانل بالجارد باند بتاعها. يعني ايه؟ يعني انا عايز كل الشانلز اللي انا بعتها من 540 ل 1593، وبالتالي العدد الشانلز ده هيبقى هو الرينج ده كله اللي هو 1593 اخر فريكونسي ناقص 540 اللي هي اول فريكونسي، وده كله بقسمه على التوتال ويتس بتاع الشانل بلس الجارد باند اللي هي 18 زائد 3. لما اجي احسب الحسبه دي هتطلع لي 49.8. طبعا انا لما بيجي لما بكون عايز اعمل لما انا اكون عايز احسب عدد الشانلز، فهو في الاخر انا بعايز رقم انتجر، لان ما ينفعش اقول نمبر اوف تشانلز 49.8، فهاخد الانتجر اللي قبله عشان ابقى ضامن، لان انا كان مش ضامن ان هم 50، فهاخد الانتجر الاصغر منه فيبقى 49. فانا هقول كده ان انا معايا على الاقل 49 شانل من 540 ل 1593. طيب انا لما اجي احسب بقى 49 شانل لازم اعمل تشيك في الحته دي، وركزوا في الحته دي، ان انا لازم، لان دكتور وجدي في الاسئله اللي بعتها كان فيها غلطه فهنشوفها كمان شويه، بس خلينا مركزين في الحته دي. احنا عملنا حساب بتاع 1593 ناقص اخر فريكونسي ناقص اول فريكونسي، وقسمناهم على الجارد باند بلس الباندويتس، ادانا 49.8، واحنا نمبر في الشانل لازم يكون انتجر. فبناخد الانتجر اللي قبل هو 49، وبعد كده بناخد 49 دي نشوف في الحقيقه لو انا عندي 49 شانل و 49 جارد باند الفريكونسي رينج ده كله هيديني كام؟ فاروح ضارب 49 في 18 بلس 3، فهيديني بالظبط الفريكونسي الرينج اللي هو عباره عن 1593 ناقص 18 كيلو هرتز. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اخر فريكونسي عندي هتبقى يعني الرينج ده 49 شانل ده هيملى في الحقيقه من 546 كيلو هرتز لحد 1575، لكن في الحقيقه ان 1575 دي هي الفريكونسي بتاعه اول اخر شانل زي ما انتم شايفين في الرسمه، وبالتالي في 18 كيلو هرتز لسه في الرينج بتاعي اقدر احطهم، يعني اقدر احطهم بعد اخر جارد باند، وبالتالي في لسه في شانل كمان ممكن اضيفهم. فالريمينينج بليس ده بيفيت شانل كمان بتاع اكبر رقم من التشانلز ممكن ابعته هو 50 شانل. حد عنده سؤال في الحته دي؟ هو ال 1575 دي جت منين؟ جت منين؟ جت ان انا رحت ضارب 49 في الباندوتس اللي هو 18 بلس 3 اللي هو الجارد باند، لان احنا زي ما قلنا كل تشانل ليها جارد باند بعدها ما عدا اخر تشانل. فانا 49 ده غطى زي ما انت شايف في الصوره فوق، هتلاقي كده 49 مغطي من اول فريكونسي لحد 1575. لو انت ضربت 49 في 21، 21 دي اللي هي 18 بلس 3، هيديك 1500، هيديك المسافه دي كلها لحد 1575. لكن في الحقيقه ان دايما المسافه دي بتبقى كفايه ان انت تحط تشانل كمان، لان اخر تشانل دي ملهاش جارد باند. فدايما لما باجي احل مساله زي دي اروح جايب اخر فريكونسي ناقص اول فريكونسي على الجارد باند بلس الباندوس، هيدينا رقم مش انتجر او انتجر ايا كان، هروح واخد الانتجر اللي قبله، ولازم اعمل دبل تشيك على الانتجر اللي قبله اللي هو 49 ده، اروح ضربه في الجارد باند بلس الباندوس اشوف هيديني فريكونسي قد ايه، واشوف الفريكونسي ده قدامه لسه قد ايه فريكونسي ممكن ازوده عليه عشان اميت الفريكونسي باند بتاعي كله. فدايما هلاقي ان انا لسه عندي شانل ثانيه اقدر احطها، فدايما الرقم الانتجر الاصغر من هنا لو انا زودت عليه واحد دايما هيفت الباند كله، ف 49 لو زودت هنا عليها واحد اداني 50. وممكن اروح اعمل بقى في الاخر دبل تشيك تاني بعد كل ده، ان انا عارف ان انا عندي 50 شانل و 49 جارد باند، اروح ضارب 50 في 18 بلس 49 في 3 هيديني بالظبط 1593 ناقص 546. تمام. طيب. شكرا. كده الدنيا. العفو. حد عنده أي سؤال تاني؟ معلش يا باشمهندس، طيب. ممكن معلش definition بتاعت كل حاجة، لأن أنا مش فاهمة أصلا إيه الحاجات دي. طيب هو أنا كنت شرحتها في الأول، إحنا زي ما قلنا إن إحنا عندنا ده frequency band، ليه frequency في الأول وfrequency في الآخر، البند ده بيبقى limited بيهم، زي مثلا الـ FM في الراديو. الفريكونسي باند ده بفضل ابعت عليه تشانلز كتير قوي، زي الفريكونسز برضو التشانلز اللي بنسمعها في الراديو في اف ام بارقام مختلفه 100.6 108 والكلام ده كله. كل فريكونسي من الارقام اللي انا لسه قايلها دي هي عباره عن كاريرز
كل كارير موجود في نص الشانل انا ببعته. ففي الحقيقه ان البند ده اللي هو المايكرويف باند في المساله بتاعتنا يعني بادئ ب 540 ومنتهي ب 1095. وقلنا ان في شانلز كل شانل البند اللي هو باين هنا بشكل مثلثات دي شانلز كل شانل ليها باندوز 18 كيلو هرتز وده دبل سايد باند مش سنجل سايد باند وبالتالي هو التوتال ويتس لو قال لي سنجل سايد باند باندوز هيقول لي 9 كيلو فلازم اضربه في 2. هو لما يقول لي الباندوز لازم اتاكد ان هو مديني الدبل سايد باند عشان اقدر احل المساله. ودايما بعد كل 18 كيلو هرتز يعني ما بين كل شانل والتانية في 18 في 3 كيلو هرتز جارد باند. ليه بحط الجارد باند ما بين كل شانل والتانية؟ عشان اعمل سيفتي عشان الشانل دي ما تخش في وضعها ويحصل ديستورشن في المعلومات. طيب ما بين كل شانل والتانية جارد باند ده معناه ان اول شانل هيكون بعديها جارد باند وبعد كده شانل بعد كده جارد باند لغايه اخر شانل اخر شانل دي ما فيش بعديها جارد باند. دايما الفريكوينسي باند بتاعنا بيكون فيه عدد شانلز قد عدد الجارد باند بلس 1 لان اخر واحده ما فيهاش جارد باند. طيب ودايما عارفين ان الكارير بيبقى موجود في نص الشانل. فهو هنا في الاول خالص قال لي عايز اول كارير فريكوينسي. فاول كارير فريكوينسي هو عباره عن اللي هو اول فريكوينسي خالص اللي هو 546 بلس نص الباندوس عشان الكارير بيجي في نص الباندوس. فيبقى 546 بلس 19 18 على 2 هيديني 555. رقم بي قال لي عايز اخر كارير فريكوينسي. فاخر كارير فريكوينسي هو عباره عن العكس بالظبط هو اخر فريكوينسي ناقص نص الباندوس يعني 1593 ناقص 1575 ناقص سوري ناقص 18 على 2 فهيديني 1584 كيلو هرتز. فكده جبنا اخر كارير فريكوينسي. يبقى كده عايز نمبر اوف شانلز. في نمبر اوف شانلز جنرال ايكويشن ليها كده بقول اخر فريكوينسي اللي هي 1593 ناقص اول فريكوينسي اللي هو 546 واروح اسمه على الجارد باند بلس الباندوس اللي هو 3 بلس 18 هيطلع لي رقم ده نمبر اوف شانلز. طلع لي هنا 49.8 ده مش رقم انتجر ما ينفعش اقول عدد الشانل 49.8 فراح واخد انتجر اللي قبله اللي هو 49 واشوف ال 49 دول هيملوا فريكوينسي رينج قد ايه. هلاقي ان 49 لو ضربتها في الجارد باند بلس الباندوس يعني في 1 في 3 زائد 18 يعني 49 في 21 هيديني بالظبط فريكوانسي قد الرينج بتاعي ناقص 18 كيلو هرتز اللي هو زي ما انتم شايفين في الرسمه 49 مغطيه من اول فريكوانسي لحد اخر الشانل. ففي 18 كيلو هرتز فاضلين عشان املى الرينج فده كفايه ان احط باندوس كمان اللي هو احط الشانل كمان وبالتالي نمبر ماكس نمبر اوف الشانلز بيبقى 50 الشانل. طيب معلش عندي سؤال في اول شانل خالص انا ليه ما حطيتش الجارد باند معايا اول شانل خالص؟ هي ده البند الباند بيبدا باول شانل لكن الجارد باند ما بيكون ما بين كل شانل والتاني فما ينفعش احط جارد باند قبل اول شانل لان هي ما فيش قبلها حاجه يعني بس في النهايه في جارد باند اصلا صح هو في النص بس في النص ما بين كل شانل والتاني عشان ما يحصلش ديستورشن لكن اول شانل ما فيش قبلها واخر شانل ما فيش بعدها. خلاص تمام شكرا. لا طيب مساله رقم اي بوينت رقم اي بقى بيقول لي احسب الفريكوانسي بتاعت الكاري رقم 5. طيب الكاري رقم 5 زي ما قلنا احنا الكارير موجود في نص الباندوز اللي الشانل رقم 5 دي قبليها 4 شانلز و4 جارد باند يعني اول شانل واول جارد باند وبعد كده ثاني شانل وثاني جارد باند وبعد كده ثالث شانل وثالث جارد باند ورابع شانل ورابع جارد باند. وما ننساش عشان نوصل للكاري رقم 5 فلازم نحط نص الباندوز لان الباند الكارير بيكون بعد نص الباندوز ما بين بتاعه الشانل رقم 5. فلما اجي احسب الفريكوينسي بتاعت الكاري رقم 5 هقول اول فريكوينسي عندي اللي هو 546 واجمع عليها الاربع شانلز اللي قبليهم مع الجارد باند اللي قبليهم يعني 4 في 18 زائد 3 وفي الاخر ما انساش اجمع نص الباندوس اللي هو 9 هيديني 639 كيلو. حد عنده اي سؤال في المساله دي؟ باشمهندس رقم سي بس هو الدكتور قالها لنا بطريقه ثانيه قال لنا اللاست كارير ماينس الفيرست كارير على الرينج بتاع كل شانل اللي هو مظبوط 18 زائد 3 بقى كده بنزود 1 مظبوط. هيها انت لو انت هو ايه كل اللي عمله ان هو راح شايل اخر بند اخر نص باندوس يعني لما انت تجيب اخر كارير هتشيل اخر نص باندوس وناقص اول كارير فانت شلت نص اول باندوس فالاخر هو شالهم وراح مزود واحد يعني مش فارقه خالص يعني ده يبقى فاليد على طول الاثنين فاليد الاثنين فاليد. بس خلي بالك ان احنا في مساله الدكتور في رقم بس مش مظبوط يعني انا هنوصل لها وهتلاقي رقم مش مظبوط بس هو الاثنين فاليد. وما تنساش لازم في الاخر ايا كانت الطريقه اللي تحل بيها اول ما تجيب رقم انتجر لازم تدبل تشيك انك تضرب الانتجر ده في الجارد باند بلس الباندوس. هتلاقي دايما كده دايما معلومه خليها في دماغك ان دايما هيبقى عندك مساحه ان انت تحط الشانل في الاخر يعني دايما هتضطر تجمع واحد بغض النظر عن الواحد اللي دكتور جمعه يعني حتى هنا مضطر تجمع واحد. وده ليه؟ لان دايما في شانل زياده عن الجارد باند فانت لما تقسم الرينج انكلودنج الجارد باند اللي هو 18 زائد 3
فدايما هيبقى فيه كفايه انك تحط شانل تانية، فدايما هزود واحد على الرقم اللي تمام شكرا. انا عارف. اي سؤال تاني؟ اتفضل. اسمع، هو الرقم دي هو ال distribution اللي هو مرسوم فوق صح؟ distribution اللي مرسوم فوق دي؟ اه هو اللي مرسوم فوق مظبوط. اوكي تمام شكرا. تمام انا عارف. اي سؤال تاني؟ طيب المسألة اللي بعد كده، خلي الاكسترا بروبلم بتاعت الدكتور دي في الآخر. المسألة بعد كده في الشيت رقم 3. طيب بيقول لي هنا إن أنا عندي تو sinusoidal waves x1 و x2، مديهم لي هنا ال x1 equal 3 sin 2 by 10 power 40، وزي ما قلنا قبل كده إن الجنرال equation بتاعت السيجنال هي الامبليتيود اللي هو هنا 3 مضروب في ساين 2 باي اف تي، فالاف هنا الفريكونسي 10 باور 4، مديني اكس 1 واكس 2، اكس 2 ب 5 ساين 2 باي 10 باور 40 يعني نفس الفريكونسي 10 باور 4 بلس باي على 3، واخده فيز مختلف بس. وكل ده كده اول معلومه قدرت اخدها من المساله ان انا الفريكونسي بتاعتي هي 10 باور 4. طيب تاني معلومه بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان هي سامبل بريت اوف 4 سامبل بير سايكل، يعني كل سايكل من السيجنال البريودك دي، يعني كل سايكل او كل بريود فيها 4 سامبلز، عملت فيها اربع مرات سامبلينج يعني خدت بوينتس محدده كل ايكوال سبيس، يعني كل تي سامبل في ال1 تي بيريود دي خدت سامبل عندي. وبعد كده بيقول لي احسب السامبلينج فريكوانسي اللي هي اف سامبلينج دي بتبقى ايكوال 1 اوفر تي سامبلينج، لان الفريكوانسي هي واحد على التايم، وعايز يحسب الماكسيمم ويث اوف السامبلينج بولس، يعني اكبر ويث للبولس بتاعت السيجنال اللي هيحصل لها سامبلينج. طيب تعالوا نشوف مسألة زي دي نحلها ازاي. طيب هو زي ما قلنا المعلومتين اللي احنا هناخدهم منهم، اول معلومة ان انا الاف او الفريكونسي بتاعتي ايكوال 10 باور 4، وبالتالي التي سايكل او تي بيريود ايكوال 1 اوفر اف، يعني 1 اوفر 10 باور 4 يعني 100 مايكرو سكند. فكده اول معلومة خدتها من السيجنالز ان التي بيريود او تي سايكل بيكوال 100 مايكرو سكند. طيب تاني معلومة هو قالها لي كجملة، قال ان انا عندي 4 سامبلز بير سايكل، معنى كده هروح راسم السايكل الواحده اللي هي 100 مايكرو سكند عندي فيها 4 سامبلز، فما بين 0 لاول واحده تي سامبل، وما بين اول واحده لتاني واحده تي سامبل، ومن تاني واحده لتالت واحده تي سامبل، واخر واحده تي سامبلنج، يبقى عندي 4 تي سامبلنجز. ال 4 تي سامبلنجز دول موجودين في 100 مايكرو سكند، فالتي سامبل الواحده هتبقى ايكوال ايه؟ هتبقى ايكوال 100 مايكرو سكند على 4، يعني 25 مايكرو سكند. كده انا استغليت المعلومتين اللي ادوهم لي ان انا جبت التي سامبل. طيب اول حاجه عايز احسبها هو عايز يحسب الاف سامبلنج، الاف سامبلنج اللي هي السامبلنج فريكوانسي ايكوال 1 اوفر تي سامبل، وبالتالي ايكوال 1 اوفر 25 مايكرو هيديني 40 كيلو هرتز. فده كده الاف سامبلنج السامبلنج فريكوانسي اللي عايزها في رقم ايه؟ مفهومه البوينت دي؟ طيب تاني طلب السامبلنج ده اصلا؟ السامبلنج ده لو انت فاكر في اول فيديو نزلته كان احنا خدنا ثلاث انواع للسيجنالز، انالوج وديسكريت وديجيتال. الديسكريت دي كانت هي بالظبط عباره عن الانالوج، بس انا كنت باخد بوينتس محدده كل ان ب1 و2 و3 وهكذا. فالسامبلنج ده ان انت خدت السيجنال الكونتينوس دي اللي هي بتاخد فاليو عند اي تايم فاليو، يعني هي بتبقى كونتينوس ليها اي فاليو في اي تايم فاليو، بتروح انت واخد اعمل لها سامبلنج، يعني بتعرفها عند بوينتس محدده بس في التايم، اللي هي هنا كل 25 مايكرو سكند بتروح معرف السيجنال، كانك بتضربها في امبلسز كتير كده، الامبلس دي ما بين كل واحده وثانيه 25 مايكرو سكند، في الاخر هيظهر لك بوينتس بس، بوينت كل 25 مايكرو سكند. ده بس هو ده في حاله ان كان الاكس 1 والاكس 2 نفس الـ يعني هما الاثنين كانوا نفس الفريكونسي 10 باور، ما هما الاثنين نفس الفريكونسي. اما لو كان مش نفس الفريكونسي ولا ما عندناش ان احنا ما يكونش نفس الفريكونسي، لا مش نفس الفريكونسي، بس انا مش هجيلك كده، يعني هو هنا بيحل بجنرال على الاثنين ليهم نفس الفريكونسي، لو مش نفس الفريكونسي مثلا مش هجيلك كده اصلا. اوكي شكرا. طب باشمهندس لو الاثنين ما لهمش نفس الفريكونسي اشتغل على الاسرع؟ لو الاثنين ما لهمش نفس الفريكونسي احنا نقول طيب لو الاثنين ما لهمش نفس الفريكونسي يعني يشتغل على الاسرع، يشتغل على الابطا في التايم، يعني اللي هو الاسرع كفريكونسي اللي هو الاسرع كفريكونسي والابطا كتايم مظبوط، بس ما فيش مساله هتقابلها كده. تمام، يعني المساله اللي زي دي اللي احنا بنتكلم فيها في السامبلنج فهيبقى نفس الفريكونسي غالبا، مش هنعقد الدنيا. ماشي
طيب ماشي كده، مفيش أسئلة تانية في رقم ايه. طيب مستر رقم بي بيقول لي عايز يحسب الماكسيم ويدث بتاع السيجنال الواحده. انا من اللي انا شايفه هنا ان انا زي ما قلنا ان احنا بعمل سامبلينج وباخد الداتا بتاعت السيجنالز التو سيجنالز اللي انا ببعتهم دول كل 25 مايكرو سكند. فانا كل 25 مايكرو سكند بروح رايح واخد واحده سامبل، كل 25 مايكرو سكند اروح واخد سامبل ثانيه، وبالتالي لازم لما اجي اخد سامبلينج تكون التو سيجنالز اوريدي جم وخلصوا، يعني المعلومات اللي فيهم جم وخلصوا عشان لما اجي اعمل سامبل يكون الداتا كلها موجوده. لكن لو هم لسه ستيل بيجوا ولسه الويتس بتاعهم كبير وانا رحت جاي عامل سامبل وجي بعديه داتا تانية، فانا كده حصل الداتا لوس. مش لما اجي اعمل سامبل، سامبل يعني ايه سامبل؟ الناس اللي يعني هو انتم مش الكترونكس بس الناس بتاعت الالكترونكس هتبقى او كوميونيكيشن تبقى عارفه شويه ان السامبلنج دي انا بروح عامل سامبلنج في لحظه اخد كل المعلومات اللي جت واروح محتفظ بيها في ميموري، بعد كده بعد شويه اروح عامل سامبلنج تاني اخد المعلومات الجديده واحتفظ بيها في ميموري وهكذا. فانا دايما لما اجي اعمل سامبلنج لازم ابقى عارف ان انا لما اعمل سامبلنج لازم كل الداتا تكون اوريدي جت وخلصت. ما ينفعش مثلا اروح اعمل سامبل عند 25 مايكرو سكند والاقي السيجنال اخرها عند 26 مايكرو سكند، كده في 1 مايكرو سكند من 25 ل 26 انا ما شفتوش لان انا عملت سامبلنج وخلصت. وبالتالي هنا بيقول لي لما يكون عايز ماكسيم ويدث بتاع كل سيجنال وانا باعت تو سيجنال، فلازم التو سيجنال دول يكونوا جم وخلصوا في خلال 25 مايكرو سكند. والله جم في اقل من كده كويس، لكن ما ينفعش يجوا في اكتر من كده. اخرهم قوي يعني الماكسيم ويدث بتاعهم ان الاثنين يجوا في 25 مايكرو سكند، وبالتالي الماكسيم ويدث بتاع الواحده فيهم بس هتبقى ال 25 مايكرو سكند على الاثنين، يعني التي بلس الواحده بس هتبقى تي سامبلنج على الاثنين، يعني 25 على الاثنين يعني 12.5 مايكرو سكند. فلو كل واحده فيهم اخرها قوي الماكسيم ويدث بتاعها 12.5، فالاثنين لما يجوا فوق 4 هيبقوا عند 25، فانا لما اجي اسامبل عند 25 هيبقى اوريدي تو سيجنالز جم وقدرت اقرا الداتا بتاعتهم مظبوط. بس فهو من الاخر يعني الكلام ده كشرح بس تفهموا الموضوع جه منين، لكن في الاخر لما يقول لي احسب لي الماكسيم تي بولس وانا عامل سامبلنج وانا على حسب بقى كام سيجنال انا بعتها، لو 2 يبقى التي بولس ماكسيمم هتبقى ايكوال تي سامبلنج على 2 هيبقى 12.5، لو اكتر من كده لو 3 مثلا هروح اقسم ال 25 على 3 وهكذا. طيب تاني عشان الناس بتسال على رقم بي، رقم انا هقولها من الاول. رقم بي احنا قلنا ان احنا عندنا سيجنال تي بلس او تي بيريو بتاعتها 100 مايكرو، بعمل سامبل كل 25، فانا لما اجي اعمل كل 25 مايكرو سكند لما اجي اعمل سامبلنج لازم تكون التو سيجنالز بتوعي جم وخلصوا. ليه جم وخلصوا؟ لان انا لو الاثنين يعني سين الويتس بتاع كل واحده فيهم 13 مايكرو سكند، فكده الاثنين هيجوا بعد 26 مايكرو سكند. لكن انا لو انا جيت اعمل عند 25 مايكرو سكند اجي اعمل سامبل واشوف الداتا واحتفظ بيها هيبقى ستيل في 1 مايكرو سكند لسه فاضلين بيجوا من 25 مايكرو ل 26 مايكرو اللي هم اخر 2 سيجنالز فيهم داتا وانا ما عملتهمش سامبلنج وانا ما خدتهمش في حساباتي، فده غلط. فلما عشان اعمل سامبلنج مظبوط لازم الويتس بتاع البلس بتاع السامبلنج بتاع الاثنين مع بعض يكون اخره 25 مايكرو سكند عشان ابقى خدت الداتا كلها، وبالتالي الواحده فيهم هتبقى قد ايه؟ الواحده فيهم اخرها قوي تبقى تي سامبلنج على الاثنين، يعني 25 على الاثنين يعني 12.5. لو اصغر من 12.5 مفيش مشكله، لكن لو اكبر منها هي في مشكله لان الويتس بتاع الاثنين مع بعض هيعدي التي سامبل اللي هي 25 مايكرو سكند. باشمهندس معلش، طب هو مش كده انا بعمل سامبلنج باخد اثنين سيجنال في نفس الوقت ازاي؟ اثنين سيجنال هما انا بتكلم على الويتس بتاع السامبلنج بلس بتاع الاثنين ما انا لازم اخد الداتا بتاع كل سيجنال زي ما بعت لي، انا بعت لي مبعوت لي اثنين سيجنالز. تمام، فانا لازم الاثنين يكونوا جم وخلصوا مع بعض. انا في التايم دومين انا بعملهم الاثنين مش امبارل ان السيريز، يعني واحده تخلص وبعد كده الثانيه تيجي والمعلومات كلها لما تخلص يتاخدوا مع بعض. لكن في الفريكوانسي لما اجي ارسمه في الفريكوانسي دومين هلاقي الاثنين بيترسموا فوق بعض عند الاف ايكوال 10 باور 4. ايوه هو انا مش عارف ده سؤال ولا لا، بس انا مش سامع اي حاجه. مش معلش سؤال، يعني هو لما يجيب لي 3 ويف ولا تي سامبلنج اقسم التي بولز او الماكسيمم ويفز سامبلنج على عدد الويف صح؟ انا هحاول اترجم سؤالك. انت بتقول لي لو هو قال لي نمبر اوف سامبلز نمبر اوف سيجنالز اكتر من كده 3 مثلا مش فاهم، فعايز احفظها على طول يعني قصدي لو عايز اخد التي سامبلنج واقسمه على عدد الويفز اللي جايه عدد الويفز عدد الويفز او عدد السيجنالز، يعني انا سمعتها ويتس عدد الويفز مظبوط عدد الويفز جاي 3 على 3 جاي 2 على 2 مظبوط.
بس انت مش محتاج تحفظها يعني. انا بفهمك هنا ان انت في الاخر ليه خدتها 12 ونص، ليه قسمتها على الاثنين عشان الويتس بتاعهم الاثنين يكون جه. ايوه حضرتك بتتكلم، انا مش لسه مصاحب فمش مفوق على الكلام خالص صراحة ولا مدركها يعني. تمام. هو عموما السيجنال في حد بيريكورد السكشن ممكن تشوفه لما تفوق يعني. بس هو لو انت عايز تحفظ ايكويشن، الايكويشن موجوده هنا. طيب حد عنده سؤال تاني؟ اخر مسالتين عندنا في شيت 1. المساله رقم 12 هنا بيقول لي ان انا عندي سيجنال اكس تي، ده انبوت سيجنال ابلايد لفلتر. الفلتر ده الاوردر بتاعه 5 يعني، هو فيفث اوردر فلتر. ده فلتر كده، سيبكم الاوردر ده وسيبكم رقم 5 يعني. احنا هنحل هنا ان هنعمل اسامبشن ان هو في اوردر 1. اوردر 1 الاوردر عشان بس ما نتلخبطش، الناس تفتكر الموضوع معقد. الاوردر بس كل اللي نعمله ان هو بيروح للايكويشن دي، بنشيل ان بنحط الاوردر. يعني احنا لو هنحل بالفيفث اوردر هتبقى 2 في 5 يعني 10. ده كل الاختلاف. بس احنا هنا اسيوم ان هو فيرست اوردر فلتر عادي جدا، وهنشيل الان ونكمل حلنا. طيب هو فيفث اوردر فلتر ويز كاركترستكس از مديني اتش اوف اوميجا امبليتيود ايكوال 1 اوفر روت 1 بلس اوميجا على اوميجا سي، كل ده سكوير. سكوير يعني شلنا الان عشان هو اسيوم ان هو فيرست اوردر. طيب يعني ايه اتش اوف اوميجا؟ يعني ايه كاركترستك بتاعت الفلتر؟ اي سيستم عندنا بيكون ليه انبوت اكس تي واوتبوت واي تي. الاوتبوت ده لو قسمت الاوتبوت على الانبوت فانت جبت الفانكشن بتاع السيستم، او جبت الجين كانه جين مثلا، كانه لو امبليفاير فهو الاوتبوت على الانبوت فهو الجين بتاعه. فهو هنا اي سيستم في الدنيا ليه كاركترستكس او حاجه اسمها الفانكشن دي هي اتش اوف اوميجا. واتش اوف اوميجا هنا جايب الامبليتيود بس، وبالتالي انا لما اجي احسب الاوتبوت هشوف هروح ضارب الانبوت سيجنال في الاتش اوف اوميجا في كاركترستكس الاوميجا. هو هنا مديني الانبوت بتاعي اكس اوف تي ايكوال 4 كوزاين 2 باي 10 باور 14. انا عرفت من هنا ايه؟ عرفت ان انا الامبليتيود بتاع الانبوت ايكوال 4، الفريكوانسي كاف ايكوال 10 باور 4، الفريكوانسي كاوميجا ايكوال 2 باي اف يعني 2 باي. لكن هو هنا مديني كاركترستكس كلها فانكشن في اوميجا، فلازم احل باوميجا مش اف، فعشان ما نتلخبطش اللي جوه الكوزاين وساين هو 2 باي اف تي او اوميجا تي. لما يكون حالل باف، لما يكون مديني الفانكشن جنرال كفانكشن في اف اخد الاف بس اللي هي 10 باور 4. لكن هنا هو مديني الاوميجا كلها، عايز الاوميجا كلها، فالاوميجا كلها هي 2 باي في 10 باور 4. طيب مديني الاوميجا سي اللي هي الاوميجا كاتوف فريكوانسي على الفلتر. ايه هو الكاتوف فريكوانسي على الفلتر؟ هو الفريكوانسي اللي لو هو لوباس فلتر مثلا ليه كاتوف، فهو الكاتوف فريكوانسي هو اخر فريكوانسي الفلتر هيعديها. مظبوط. اي فريكوانسي بعد كده اي سيجنالز بعد الفريكوانسي دي هيموتها، لو هو ايديال، لو هو مش ايديال هيضعفها وخلاص. فهو المهم هنا مديني الاوميجا ب 2 باي ب 10 في 10 باور 4، الاوميجا سي ب 10 باي في 10 باور 3، وعايز يحسب الامبليتيود بتاع الاوت سيجنال. اخد بالي هنا ان هو عايز يحسب الامبليتيود بس بتاع الاوتبوت مش الاوتبوت كله. وبالتالي انا لما اجي اضرب اخد الاوتبوت قلنا اللي هو الانبوت في الفانكشن، لكن لما يقول يحسب الامبليتيود بتاع الاوتبوت فهاخد امبليتيود الانبوت في الفانكشن، مش محتاج اخد الكوزاين، هاخد الفور بس اللي هو الامبليتيود. فالامبليتيود بتاع الاوتبوت هيبقى ايكوال 4 في امبليتيود الاتش اوميجا، وده هنحسبها كل اللي احنا هنعمله. هنشيل الاوميجا ونحط 2 باي في 10 باور 4، ونشيل الاوميجا سي ونحط 10 باي في 10 باور 3. طيب تعالوا نشوف المساله دي هنعملها ازاي. زي ما احنا شايفين هنا ال h of omega equal 1 over root 1 plus omega على omega c. خدت الاوميجا هنا اللي هي 2 باي في 10 باور 4 هحطها هنا في الايكويشن تحت. قلنا ال h omega هو الاوتبوت على الانبوت equal 1 over root 1 في 10 باور 3، كل ده سكوير. فهيديني الاوتبوت بقى امبليتيود الاوتبوت بقى هروح ضارب كل ده في 4 عشان امبليتيود الانبوت equal 4، فروح ضارب 4 في 1 over root 1 plus 2 سكوير 2 ده اللي هو الاوميجا على الاوميجا سي يعني، فيديني 1.78. ده كده امبليتيود الاوتبوت. لو قال لي عايز الاوتبوت كله اروح ضارب 1.78 دي في الكوزاين بقى اللي هي كوزاين 2 باي في 10 باور 14. حد عنده سؤال في النقطه دي؟ معلش يا باشمهندس، انا واحنا ليه شلنا الان؟ احنا شلنا الان بس احنا ده اسامبشن. عايز تحط الان حطها. كل اللي انت هتعمله ان شايف التو اللي هي جوه الايكويشن دي اللي تحت الرو دي هتبقى 10 بس اللي هي 2 في 5. لكن الحلول بتاعت يعني حل الشيت احنا عملنا فيها اسامبشن ان احنا مش مهتمين باوردر الفلتر، ما مش عايزين ندخلكم في تفاصيل ما لهاش علاقه بالكمبيوتر يعني، لو انت فاهم قصدي. لكن لو ان والله الدكتور حابب يجيب ان في المساله، كل اللي هتعمله هتضرب 2 في ان اللي هو اوردر الفلتر.
طب ما لو بقت 10 ما انا كده المسألة هتتغير، الرقم هتتغير. الأرقام هتتغير طبعا. ايه مشكلتك؟ ايوه انا برضه مش فاهم ليه شلنا ال n، ما احنا كده عملنا assumption هو اصلا قايل لي اللي هي fifth order، يعني المفروض احط ال n بخمسة. حط ال n بخمسة هتطلع أرقام تانية، بس احنا هنا في المسألة دي عملنا assumption في حل الشيت ان احنا first order بس، عشان الناس ما تتلخبطش. عايز تحط n هتطلع رقم تاني طبعا، يعني لان لو دول جات لي في الامتحان هيبقوا two دلوقتي filters احط ال مختلفة. n ولا اشيل ال n؟ لا، لو جات لك في الامتحان والدكتور ما قالكش assumption يبقى حل بال n. خلاص تمام. في حد بيسأل هو ده كده لوباس فلتر؟ اه، هو لوباس فلتر. الفانكشن بتاعته بتبقى 1 اوفر روت 1 بلس اوميجا على اوميجا سي سكوير. المسألة اللي بعدها على طول مديني هاي باس فلتر العكس، اللي هي الفانكشن بتاعته 1 اوفر روت 1 بلس اوميجا سي على اوميجا كل سكوير. فخلينا لو كده الدنيا واضحة في مسألة رقم 12 هنروح مسألة 13 زيها بالظبط، بس هاي باس فلتر والفانكشن او الكاركترستكس بتاعته هي 1 اوفر روت 1 بلس اوميجا سي على اوميجا كل سكوير، ومديني الانبوت اكس اوف تي ايكوال 4 كوزاين 10 باي 10 باور 3 تي، مديني وبالتالي الاوميجا كل اللي هعرفه من هنا الامبليتيود بتاع الانبوت ايكوال 4 والاوميجا بتاعت السيجنال ايكوال 10 باي في 10 باور 3، ومديني الاوميجا سي او الاوميجا كارير هي 2 باي في 10 باور 4. يبقى انا كده عرفت الاوميجا سي والاوميجا، هعمل نفس الكلام امبليتيود الاوتبوت ايكوال امبليتيود الانبوت اللي هو 4 في 1 اوفر روت 1 بلس اوميجا سي، هشيل الاوميجا سي واحط 2 باي في 10 باور 4 وهشيل الاوميجا واحط 10 باي في 10 باور 3 كل ده سكوير عشان هو فيرست اوردر، فاديني 1.78. ده طبعا امبليتيود، وزي ما قلنا لو عايز الاوتبوت كله مش الامبليتيود بس هروح ضارب الكلام ده كله في كوزاين 10 باي في 10 باور 3 تي. حد عنده اي سؤال في 12 و13؟ طب معلش بس باشمهندس، هو يعني ايه فيرست اوردر اصلا وسكند اوردر وثيرد اوردر؟ فيرست اوردر، بص دي كلها انواع مختلفه للفلتر، ما هو عشان كده احنا عملنا اسامبشن او الباشمهندسه قررت ان هي تعمل اسامبشن احنا بنحل الفيرست اوردر عشان الناس ما تتلخبطش. لان في الحقيقه لو انت عايز تفهم ده ممكن طبعا بالسيرش كده، بس هو اللو باس فلتر والهاي باس فلتر بيكونش ايديال قوي، يعني ما يبقاش هو سكوير كده، يعني ما يبقاش السيجنال تنزل مره واحده لزيرو فبتعدي اي فبتموت اي سيجنال بعد الكات اوف فريكونسي. لا، هي بيكون في الحقيقه بتوصل للكات اوف فريكونسي وبيعدي اي سيجنال قبل الكات اوف فريكونسي، لكن الكات اوف فريكونسي بتنزل بعدها بريت كده، يعني ما بتنزلش مره واحده شرب، لا بتنزل بريت. الريت ده بيختلف حسب نوع الفلتر او حسب اوردر الفلتر. الفيرست اوردر بيطلع بيبقى اقرب حاجه للايديال بينزل بسرعه، اي السكند اوردر بياخد وقت اكبر، وبالتالي اي ممكن السيجنالز الثيرد اوردر بيعدي بريت ابطا شويه، ففي لسه فريكونسيز بتعدي ودي حاجه وحشه. الفيرست اوردر ده اوحش من اول الفيرست لحد الفورس، ان هو بياخد بقى السيجنالز كتير قوي بينزل ببطء قوي، فكل الفريكونسيز دي بتاخد جين صغير بس بتعدي ودي حاجه وحشه. فهو احسن افضل اقرب حاجه للايديال هو الفيرست اوردر ده، بس عشان تبقى فاهم الفرق ما بينهم. لكن الفرق ما بينهم انتوا مش مطالبين بيه، مش عليكم في السيجنالز، ممكن يبقى عندكم في السيركتس او الكلام ده. تمام ماشي، شكرا يا باشمهندس. باشمهندس معلش، هو لو عايز الاوتبوت كله مش الامبليتيود بس هتبقى ايه؟ هتاخدي الامبليتيود اللي هي 1.78 وتضربيها بقى في الكوزاين، لان كده كده احنا لما خدنا امبليتيود الانبوت خدنا الفور اللي مضروب في الكوزاين. لو عايز الاوتبوت كله هيبقى الانبوت كله في الفانكشن، فهتاخدي الفور كوزاين كلها تضربيها في الفانكشن فالكوزاين هتظهر عندي. كوساين اللي هي دبليو سي صح؟ مش الاكس اوف تي. لا، كوساين 10 باي في 10 بار 3 تي. اوميجا سي دي كات اوف فريكونسي مش دعوه بيها، ما تتلخبطيش ما بين السيجنال والكات اوف فريكونسي. تمام ميرسي. اي سؤال تاني؟ في سؤال بيقول لي ايه الاتش اوميجا دي جت منين؟ طيب الاتش اوميجا دي احنا زي ما قلنا ان اي سيستم فلتر امبليفاير يعني اي نويز اي حاجه بيبقى ليه كاركترستكس، الكاركترستكس فانكشن دي هي الجين بتاعه او الفانكشن بتاعته اللي انا لو ضربتها في الانبوت زي فاير بيضرب في اثنين او ملتي بلاير بيضرب في اثنين، الاوتبوت هيكون ايكوال للانبوت في اثنين. فالكاركترستكس بتاعت اي سيستم هي الاتش اوف اوميجا، فالاتش اوف اوميجا ده هو بنضربه في الانبوت اللي هي اكس تي نطلع الاوتبوت واي تي. وضحك كده للي بيسال؟ باشمهندس معلش، هو مش الفلتر دوت ما بيعملش زياده في السيجنال؟ هو ازاي الريشيو طلعت باكبر من واحد؟ لا ده مش ريشيو، ده اوتبوت بس، الانبوت كان باربعه. طب ما كده بقت يعني 1.78 من الفي يعني او من الفريكونسي اللي داخله.
او من امبليتود داخل انت داخل لك انبوت الامبليتود ب4 طلع لك اوتبوت ب1.78. تمام ماشي مش ريشيو يعني مش الجين يعني. شكرا دكتور. شكرا باشمهندس. العفو. حد عنده سؤال تاني؟ تمام كده احنا خلصنا مسائل شيت 1 كلها. في بقى شويه مسائل الدكتور وجدي كان باعتها فخلونا نحلها مع بعض. هي بقى شبه الى حد كبير المسائل اللي فاتت فخلونا برضو نحلها عشان لو تبقوا مستعدين كويس للكويز. مديني هنا برضو اي ام يا باشمهندس. هو في مسائل 8 و9 و10 ما حلينهمش. خليني اشوفهم. هو مساله 8 9 10 دول يعني نون لينير ولينير وباور فاحنا حلينا زيهم بالظبط فما فيهمش اي افكار جديده يعني باور ولينيرتي واحسب الباور بتاع البريدكت سيجنلز. احنا الموضوع ده شرحت لو انا يعني انا طبعا بحل الحاجات اللي محلوله المفروض او اللي احنا المفروض نحلها معاكم. فهو حسب كلام الدكتور مش كل مسائل الشيت تتحل فاحنا اصلا السكشن ده من غير كده ما نعرف الدكتور بدأنا نحل أسئلة زيادة عن اللي احنا كنا متفقين عليها. 8 9 10 مكررة بالظبط فمفيش أي قلق منها. انت ممكن تحلهم لو عندك أي سؤال فيهم لكن هم ما فهمش كلهم أسئلة مكررة يعني. خلاص تمام. طيب أول مسألة بقى نفس المسألة اللي احنا حلناها في أول الشيت بالظبط. مديني فريكونسي رينج من 512 كيلو ل 1258 كيلو. مديني جارد باند ما بين كل 2 شانل 2 كيلو وقال لي الباند بتاع كل شانل 20 كيلو هرتز. واخد بالي ان هو مديني دبل سايد باند وبالتالي ده التوتال ويدث اللي انا هحل بيه. لو مديني سنجل سايد باند هضربه في 2. وبعد كده بيقول لي عايز يحسب. انا بس يا جماعه معلش هوقف دلوقتي الشير واخد الاتندنس عشان لو حد فصل بس ما يبقاش الاتندنس بتاعه راح. فانا هوقف الشير ثانيه واحده اخد الاتندنس. كده رجعت للشير تاني كمل المساله. بيقول لي ان انا زي ما قلنا ان في جارد باند ما بين كل 2 شانلز 2 كيلو هرتز والدبل سايد باند بتاع كل شانل 20 كيلو هرتز وعايز يحسب الفريكوينسي بتاعت اول كارير والفريكوينسي بتاعت اخر كارير والفريكوينسي بتاعت كارير رقم 5 والماكس نمبر اوف الشانل اللي اقدر ابعته. نفس بالظبط المطاريب بتتكرر في كل. طيب فهنا الباند بيبدا زي ما قلنا اول حاجه نروح راسمين الرقم بنحط اول فريكوينسي عندنا في الباند اللي هي 512 وننهي عند 1258 و512 نروح لرسمين الشانل كامله اللي الشانل دي الباندس بتاع 20 كيلو فهي تخلص ب 532 اللي هي 512 زائد 20 وارسم الاف كارير في النص وبعد كده احط 2 كيلو هرتز جارد باند وبعد كده اروح راسم 2 شانل وفي النص اف كارير 2 والباند بتاعها 20 كيلو هرتز وهكذا لحد ما اختم باخر شانل. طيب ده كده الديستريبيوشن بتاع الشانلز بتاعتي. اول مطلوب في المساله الاف كارير 1 زي ما قلنا اف كارير 1 هتبقى اول فريكوانسي بلس نص الباندوتس يعني 512 بلس 20 على 2 يعني 512 زائد 10 هديني 522 كيلو هرتز. بعد كده عايز اخر كارير فريكوانسي فاخر كارير فريكوانسي هو عكس اللي احنا عملناه بالظبط هنروح على اخر فريكوانسي ونطرح منها نص الباندوتس فيبقى 1258 ناقص 20 على 2 يعني ناقص 10 هيديني 1248 كيلو هرتز. طيب مثلا رقم سي عايز الاف كارير رقم 5 فقلنا عشان نجي احسب الافكار رقم 5 بنقول اول فريكوانسي اللي هي 512 واجمع عليها 4 في الباندوتس بلس الجارد باند يعني 4 في 22 وما انساش ازود نص الباندوتس عشان الكارير في نص الباندوتس يعني ازود 10 كمان. وهو الدكتور هنا راح حاطط عمل حاجه يعني ضم حاجتين مع بعض ان هو راح قال بدل ما اقول 512 وراح جامع في الاخر نص الباندوتس قرر ان هو يحط اف كارير 1 على طول لان كده كده اف كارير 1 ايكوال 512 زائد نص الباندوتس. ماشي. هو انا ما اعرفش الدكتور حلها ولا لا بس هو طلب ان احنا نحلها معاكم فهحاول ابقى سريع لو هو حلها قبل كده. طيب فكده زي ما قلنا ان احنا الدكتور مره واحده راح قايل اول فريكوانسي وجمع عليها نص الباندوس فخلاها اف كارير 1 مره واحده يبقى كده زود 4 في الجارد باند بلس الباندوس يعني 4 في 22 وبالتالي هيبقى ايكوال 522 بلس 88 هيدينا 610 كيلو هرتز. طيب اخر مطلوب ان هو عايز يحسب نمبر اوف شانلز
زي ما قلنا ان احنا ناخد اخر فريكونسي ناقص اول فريكونسي على الجارد باند بلس الباندوز، وبعد كده نشوف اقرب انتجر ونزود عليه واحد، او نحل زي ما الدكتور هنا ان احنا ناخد اخر كارير ناقص اول كارير فريكونسي اللي هو 1248 ناقص 522 واقسمه على الجارد باند بلس الباندوز اللي هو 22، وزود واحد نتيجه ان انا شلت اخر نص باندوز واول نص باندوز، فهنا الحل 33. بس في الحقيقه لو احنا جينا هنا خدنا 33 وضربناها في 2 هيطلع لنا رقم اقل من الجار من البند ده ب 20 كيلو هرتز، وبالتالي انا اقدر ازود شانل لسه كمان على دي. فالحل الصح للناس اللي هتحل بايديها ان هي تبقى ب 34 شانل مش 33 شانل، واعتقد ان الدكتور نبهكم على الجزئيه دي بس دي انا على كلام الناس اللي في السكشن اللي قبل كده. فكده زي ما سواء هتحله بطريقه الدكتور او بالطريقه اللي في شيت 1 لازم تعملوا دبل تشيك على الرقم الانتجر اللي هيطلع لكم، كفايه ان انا احط شانل كمان في الجارد في الباند بتاع الفريكوانسي ده كله ولا مش كفايه. تمام، حد عنده سؤال في المساله دي؟ مش مهندس بعد اذنك. اتفضل. هو دلوقتي مسائل الكويز بتبقى شبه مسائل الشيت كده ولا تبقى حاجات تانية خالص اول مره نشوفها؟ لا مش هتبقى حاجات اول مره تشوفها ولا حاجه، لا هتبقى انا بحط الكويز دلوقتي مش في سنه الدوره، هتبقى مسائل شبه مسائل الشيت طبعا بس مش بنفس الارقام. يعني اهم حاجه اللي فاهم كويس وحال الشيت وبيحضر السكاشن ان شاء الله يقدر يحلها بسهوله يعني. تمام، شكرا يا باشمهندس. في حد بيسال بيقول ممكن تقول اللي تشيك تاني؟ اتفضل. كنت عايز برضه بوينت دي تاني. طيب بوينت دي سواء هتحلوها زي ما قلنا في القانون اللي في اول السكشن اللي هو اخر فريكونسي ناقص اول فريكونسي على اول حل صح 34، يا اما تقولوها ان هو اخر فريكونسي ناقص اول فريكونسي على الجارد باند بلس الباندوس اللي هو على 22 وتجيبوا رقم، الرقم ده لو انتجر تعملوا دبل تشيك على طول، لو مش انتجر تاخدوا الانتجر اللي قبليه وتعملوا عليه دبل تشيك يعني تضربوه في الجارد باند بلس الباندوس، عادة هيطلع الرقم ده مش قد البند بتاعنا كله. ليه؟ لان انا عدد طالما انا قاسم على 22 يعني طالما انا قاسم على عدد الشانل بلس باند بلس جارد باند فانا دايما فاضل لي الشانل اقدر احطها تاني. ليه؟ لان زي ما قلنا كل شانل بتقدر تحط بعديها جارد باند ما عدا اخر الشانل، فطالما انا واخد الجارد باند في حساباتي فدايما هقدر ان انا احط الشانل تانية في الاخر. فبعد ما فتاخد الانتجر اللي طلعته تضربه في الجارد باند بلس الباندوس، لو انت عملت هنا هتضرب 33 في 22 هيطلع لك رقم معين، الرقم ده هتلاقيه ان هو اقل من الرينج اللي هو 2258 ناقص 512 ب 20 كيلو هرتز، وبالتالي لسه في 20 كيلو هرتز بعد اخر جارد باند تقدر تحط فيها الشانل كمان، فدايما فالرقم الصح هنا هيبقى 34 مش 33. طب باشمهندس، هو معلش هو مش هو سؤال مش في السؤال ده بس هو في question 1 تقريبا كان في برضو في الجزء بتاع سي غلط، يعني الدكتور حله يعني زي غلط في سي وايه في الايه في حسابات الباور اللي هو اخر سطر في اخر جزء فيه اخر سطر فيه ده سؤال تاني غير ده. سؤال تاني غير ده؟ ايوه. طب خلينا لما نوصل له. طيب لما نوصل له هو قبل ده هو انا بحل بالترتيب اللي جاي لي، السؤال اللي انت بتقول عليه موجود وهقول لك وهقول الغلطه ما تقلقش موجود في الاخر. تمام اي سؤال باشمهندس؟ معلش الاسئله اللي الدكتور بعتها دي نازله فين ولا موجوده فين؟ هتلاقيها على الدرايف بتاعكم بتاع الماده مش بتاعكم اللي هو الدرايف اللي عليه الفيديوهات هتلاقي حل الشيت كله يعني. طيب تمام. تمام المساله اللي بعد كده مديني هنا سيستم كامل، السيستم ده عباره عن كذا فانكشن في بعض، عباره عن اول حاجه ميكسر او مالتي بلاير بيضرب تو سيجنلز في بعض، بعد كده ادر بيجمع تو سيجنلز وبعد كده مالتي بلاير، بعد كده في الاخر خلاص لو باس فلتر، ومديني كات اوف فريكوانسي بتاعته وبيقول لي ارسم الفريكوانسي سبيكترم بتاع عند البوينت رقم A وبوينت رقم B وبوينت رقم C وبوينت رقم D. فريكوانسي سبيكترم يعني هشوف انا عندي سيجنلز اللي في كل حته من دول عند اني فريكوانسيز واروح راسم السيجنال دي. طيب هو هنا في الاول خالص قال لي ان انا عشان ارسم رقم ايه انا ايه اللي داخل على ايه، داخل فريكوانسي الفريكوانسي داخل سيجنال الفريكوانسي بتاعتها ب 5 كيلو يعني كانها ساين 2 باي في 5 تي ومضروبه في سيجنال تانية عن 600 كيلو. لو انا خلينا فاكرين لو انا عندي تو سيجنالز مضروبين في بعض
الاوتبوت بتاعه بتاع الميكسر ده او بتاع المالتيبلاير ده هيبقى عباره عن السيجنال فانكشن في المجموع الفريكوينسيز بلس سيجنال فانكشن في مجموع في طرح الفريكوينسيز. ليه؟ لان ساين في كوزين او ساين في ساين بيدينا كوزين الفرق زائد كوزين المجموع. فدايما عند رقم ايه هنا الاقي تو سيجنالز مجموعين على بعض، الفريكوينسي بتاعت اول واحده هي 600 ناقص 5 والفريكوينسي بتاعت ثاني واحده هي 600 زائد 5. وبالتالي لما اجي ارسم ايه اروح راسم امبلس كده عند 595 اللي هي 600 ناقص 5 وارسم عند 605 عند اللي هي 600 زائد 5. فعشان تبقوا عارفينها دايما في دماغكم، اي تو سيجنالز داخلين على ملتي بلاير الاول بتاعه مجموع او تو سيجنالز مجموعين على بعض، اول سيجنال الفريكوينسي بتاعتها هي طرح التو فريكوينسيز من بعض، وتاني واحده هي مجموع التو فريكوينسيز على بعض. طيب مساله رقم بي، اللي محتاج اي سؤال يوقفني. مساله رقم بي، خدت كل اللي انا عملته ان انا خدت الاوتبوت بتاع ايه ده اللي انا لسه رسمه ده، جمعت عليه سيجنال تاني عن 600 كيلو هرتز، جمعت ما فيهاش مشكله، اروح حاطط الفريكوينسي لوحدها. فالاوتبوت عندي رقم بي هنا زي ما احنا شايفين هو الانبوت ايه اللي هي 595 و605، واحط سيجنال كمان عن 600 عشان انا جمعت عليها سيجنال تاني عن 600. طيب مساله رقم سي، خدت كل اللي انا لسه جايبه عند رقم بي ده وضربته في 600 كيلو. زي ما قلنا لما بنعمل مالتيبليكيشن الاوتبوت عند سي هيبقى هو الفريكوينسي بتاعت بي مجموعة 600 والفريكوينسي بتاعت بي مطروح منها 600. فكل اللي انا هعمله عشان ارسم سي اروح رايح عند بي، الثلاثه دول اللي عند 595 و600 و605 اجمع عليهم 600، فال600 زائد 600 هتروح عند 1200، ال605 زائد 600 هتروح عند 1205، ال595 زائد 600 هتروح عند 1195. كده انا رسمت المجموع، ارسم بقى الفرق. ف 605 ناقص 600 ب5، ففي واحده راحت عند 5، و600 ناقص 5 600 ناقص 600 ب0، ففي واحده كمان جت عند 0. 595 ناقص 5 بناقص 5. فلو انا هرسم الاكس البوزيتيف اكسس بتاع الفريكوانسي بس احطها عند الخمسه هي كمان، لو احنا نرسم بوزيتيف بس او ابسولوت بس، لو احنا رسمين نيجاتيف كمان هنحط واحده كمان عند ناقص 5. واضحه الجزئيه دي؟ هو احنا ليه هنحط واحد تاني عند نيجاتيف 5 مش مهندس؟ ماشي، عشان احنا زي ما قلنا بنجمع نيجاتيف واحده من 600، 605 ناقص 600 يدينا 5 بوزيتيف 5، و600 ناقص 600 هيديني بوزيتيف هيديني 0، و595 ناقص 600 هيديني ناقص 5. فطبعا احنا هنا بنرسم على البوزيتيف فريكونسي بس، فناقص 5 دي مش هنرسمها او هنحطها على الخمسه اللي موجوده عادي. معلش ثانيه، هو انا بطرح وبجمع بسيكونس معين يعني مش الكبير بطرح من الصغير، ولا بطرح الصغير من الكبير، ولا بعمل ايه؟ انت بتجمع وبتطرح. تمام، الطرح بقى بتطرح أنا الطرح حسب الطرح. بص هقول لك، انت لو زي ما هنشوف المساله الجايه على طول في سيكونس معين فعلا، يعني ساين في ساين بكوزين الفرق ناقص لا ساين في كوزين، لو هي ساين وكوزين فهيديك ساين الفرق ناقص كوزين المجموع. ساين الفرق ده هو ساين اللي جوه الساين ناقص اللي جوه الكوزين. فالموضوع ملوش علاقه بالكبير والصغير، هو ليه علاقه بانت ساين ولا كوزين. مساله زي دي هو مش قايل لك انت ساين ولا كوزين، هو مديك فريكوينسيز، فانت على طول ممكن ترسمها على الفريكوينسي اكسس على طول دماغك، تعتبر ان الاثنين مثلا ان انت دايما بتاخد 600 هي الكبيره مثلا، فتاخد دايما 600 ناقص اللي موجود. بس سواء ده او ده، فانت حتى لو انت بتطرح 600 ناقص الناقص دي مش العكس، فلما تيجي تطرح 600 ناقص 605 يعني سواء بتطرح ده ناقص 600 او 600 ناقص ده دايما هيبقى في نيجاتيف 5. لكن انت هنا لو بترسم على البوزيتيف فريكوانسي اكسس وخلاص هتحطهم الاثنين الخمسه والنيجاتيف 5 عند الخمسه. تمام. طب امتى احط بقى النيجاتيف، يعني امتى اكمل النيجاتيف اكسس؟ ولا هو هيقول والله انا شايف انا لما كنت طالب وبتجي لي مساله زي دي كنت بحط النيجاتيف عادي طالما ما قالكش. لو قال لك ارسم عند البوزيتيف بس ما تحطهاش، بس مش عارف مش هتخسر حاجه لو حطيت النيجاتيف 5 ورحت مشاور عليها ووضحت ان دي جايه من 595 ناقص 600، فاهمني؟ عشان لما تبقى مش خسران حاجه. تمام. طب يا باشمهندس، هو مش منطقيا ما ينفعش ان احنا نعمل فريكوانسي بالنيجاتيف عامه يعني في الحقيقه؟ يعني في الحقيقه لو انت تتكلم كمنطقي ككلام عملي ما فيش حاجه اسمها نيجاتيف فريكوانسيز، بس ككلام بقى حسابات وكده لا، طبعا في نيجاتيف فريكوانسيز، وهتشوف ده كويس لما نيجي نعمل فورير سيريز بروجرس فورم، ان احنا بنرسم عند البوزيتيف والنيجاتيف فريكوانسيز عادي جدا. يعني اصلا لو انت بترسم كوزاين مثلا اوميجا سي وعايز ترسمها في الفريكوينسيز مين، فهو في الحقيقه هتبقى تو امبلسز مش امبلس، عند واحده عند بلس اوميجا وواحده عند نيجاتيف اوميجا. فلو احنا بنتكلم كلام نظري على الورق فالاثنين موجودين. تمام.
لو في حد هنا بيقول الدكتور قال ما نحطش فريكونسي بالنيجاتيف هنا، فلو لو الدكتور قال ما تحطوش بالنيجاتيف هنا كده كده الدكتور هينبه في الامتحان، هيكون موضح الجزئيه دي. لكن لو انت عايز ترسم بالنيجاتيف فريكونسي ورسمت على النيجاتيف 5 ده مش هينقصك، هينقصك حاجه طالما انت موضح قصدك يعني. طيب المساله رقم دي، هو فينا في حد بيسال بيقول ممكن تعيد تاني عند اخر ميكسر واللوبس فلتر؟ اللوبس فلتر لسه ما وصلتلوش، اخر الميكسر كل اللي انا عملته طالما انت فاهم لحد بوينت بي اللي هو ظاهر لي امبرس عن 600 و595 و605، هتروح والكلام ده كله اتعمل مالتيبليكيشن في 600، فالكلام ده كله هتجمعه مره على 600 هتروحه مره من 600، فلما تجمعه على 600 600 زي 600 هتظهر هنا عند 1200، 605 زي 600 هتظهر عند 1205، 595 زي 600 هتظهر عند 1195، ده كده الجمع. جزء الطرح بقى كل ده هتروحه من 600، في 600 ناقص 600 هتنزل عند 0، 605 ناقص 600 هتنزل عند 5، 595 ناقص 600 نزلها عند 5 برضو طالما احنا مش هنرسم في النيجاتيف فريكونسي اكس. بس انا كان لو لسه في حد مش فاهم يقول تمام فهمت ماشي. اخر جزئيه بقى عند اللوبس فلتر، كل اللي انا هعمله ان انا هاخد الجزء اللي انا رسمته عند سي ده واحط لوبس فلتر الكات اوف فريكوانسي بتاعته 10 كيلو هرتز. يعني ايه لوبس فلتر الكات اوف فريكوانسي بتاعته؟ يعني اي فريكوانسي بعد الاف سي دي مش هتترسم، هتموت. طيب انا اخري 10 كيلو هرتز، فاجي عند السيجنال دي هعدي اي حاجه قبل ال10 واي حاجه بعد ال10 مش هعديها، وبالتالي هيبقى تو بس الاثنين بس الامبرس اللي هيعدوا هي 0 وال5، دول هيعدوا بنجاح. اي حاجه بعد الكات اوف فريكوانسي دي مش هيعدوا. كان حد سالني في السكشن اللي فات طب لو هو هاي باس فلتر بكات اوف فريكوانسي 10 هيحصل العكس بالظبط، اي حاجه بعد ال10 هتعدي، فعدي اخر الثلاثه امبلسز دول، واي حاجه قبل ال10 اللي هي 0 5 مش هيعدوا فهيموتوا مش هيعدي. طيب اي سؤال كده؟ اخر مساله بقى اللي باشمهندس كان بيقول عليها، بيقول لي هنا ان هو عايز يحسب الباور بتاع كل سيجنال من السيجنالز اللي جايه، ومديني الاوميجا نود. الاوميجا نود يعني الفريكوانسي بتاع السيجنال دي اللي هي مستخدمه اصلا في السيجنالز. اوميجا نود ب 2 باي 10 باور 3 راد بير سكند، راد بير سكند هي اليونت بتاع الانجولار فريكوانسي اللي هي الاوميجا. لو احنا عايزين نحسبها كاف بقى احنا عارفين اوميجا ايكوال 2 باي اف، فالاف هنا هتبقى 10 باور 3 طيب يعني 1 كيلو. فعشان لما نيجي نرسم كمان شويه على الاف اكسس خلينا فاكرين ان الاف الواحده او الاف نود يعني ب 1 كيلو هرتز. طيب مديني اكس 1 ايكوال ساين اوميجا نود تي بلس ساين سكوير اوميجا نود تي. مساله زي دي الساين اوميجا نود هعرف ارسمها بسهوله، هروح راسم امبلس بامبليتيود ب 1 عند الاوميجا نود. طيب لكن ساين سكوير هرسمها ازاي؟ فعشان ارسم ساين سكوير لازم افتكر شويه بروبرتيز خدناها في الماس في اعدادي، هنفتكرها شويه كمان شويه. بس ساين سكوير دي لازم نكون فاكرين احنا هنحلها الحاجتين مجموعين على بعض. نفس الكلام في مساله رقم بي، ساين في كوزاين، ساين في كوزاين لازم احولهم لحاجتين مجموعين على بعض عشان اعرف ارسمهم. المالتيبليكيشن ده مش عارف ارسمه. تالت مساله ساين في كوزاين بلس حاجه كوزاين سكوير، فبرضه هنشوف الكلام ده هنفكه ازاي. طيب خلينا نفتكر ان ساين سكوير الفا بنص في 1 ناقص كوزاين 2 الفا، يعني ساين سكوير لاي فريكوانسي بنص في 1 ناقص كوزاين 2 الفريكوانسي. كوزاين سكوير الفا بنص في 1 زائد كوزاين 2 في الفريكوانسي، ساين الفا في ساين بيتا بنص في كوزاين الفرق ناقص كوزاين المجموع. وهنا مش مهتم بمين ناقص مين لان الكوزاين حتى لو كوزاين حاجه نيجاتيف الكوزاين بتشيل النيجاتيف، لكن ساين في كوزاين خلينا فاكرين ان هي بنص ساين الفرق، والفرق ده هو اللي جوه الساين ناقص اللي جوه الكوزاين عشان النيجاتيف بتاعت اللي جوه الساين بتطلع بره زائد ساين المجموع. فالاربعه ايدنتيتيز دول لازم تكونوا حافظينهم كويس قبل ما تخشوا الكويز او قبل ما تخشوا الميد ترم او الفاينل عشان تعرفوا تحلوا المسائل دي. طيب نشوف اول مساله رقم ايه، مدين اكس 1 تي ايكوال ساين اوميجا نود بلس ساين سكوير اوميجا نود تي. ساين اوميجا نود هتنزل زي ما هي ما فيهاش مشكله، ساين سكوير بنص في 1 ناقص كوزاين 2 في السيجنال، فهوزع بقى النص ده فنص في 1 هينزل زي ما هو نص، بعد كده ساين اوميجا نود تي اللي هو اول ترم هتنزل زي ما هي، وفي الاخر ناقص نص كوزاين 2 اوميجا نود تي. اول حاجه هو طلب مني ان انا ارسم السبيكتروم وبعد كده احسب الباور. طيب لما اجي ارسم السبيكتروم هاجي عند الفريكوانسي، اول حاجه نص، نص دي يعني الفريكوانسي ب 0 كانها كوزاين 0 ب 1، كوزاين 0 يعني كوزاين 0 ب 1 فهتبقى نص في 1 بنص، فاروح راجعي عند الفريكوانسي ايكوال 0 واحط امبليتيود بنص. هاجي بعد كده عند الفريكوانسي ايكوال اوميجا نود، اوميجا نود يعني لو انا هرسمها على الاف اكسس هتبقى اف نود، يعني اف نود يعني 1 كيلو هرتز، فاجي عند اف ب 1 كيلو كده كده اليونت هنا في الاف كيلو، فاجي عند 1 اروح راسم الامبليتيود ايكوال 1 عشان الساين مضروبه في 1. طيب وبعد كده عند كوزاين 2 اوميجا نود يعني عند فريكوانسي 2 هرسم نيجاتيف نص، يعني نيجاتيف هاف كده نزل لتحت بالامبليتيود بتاعها بنص ونزل لتحت. ده كده السبيكتر. عايز يحسب الباور، الباور زي ما قلنا لو احنا عندنا سيجنال دي سي الباور زي نص هنا، الباور هي سيجنال سكوير يعني نص سكوير
عشان ده هو ال VRMS يعني root mean square voltage. الباور بتاع DC هو ال هو ال signal square. الباور بتاع الساين أو كوزين هو الامبليتيود سكوير على الاثنين. لما أجي أحسب الباور هقول النص ده DC هاخده نص سكوير بلس الامبليتيود الساين بواحد يبقى واحد سكوير على الاثنين بلس امبليتيود الكوزين سكوير على الاثنين يعني زائد ناقص نص ناقص نص ده كله سكوير على الاثنين. لما أجي أحسب هنا نص سكوير بربع واحد سكوير على الاثنين بنص. هو دي الغلطة اللي باشمهندس كان بيقول عليها إن الدكتور كاتبها ربع واحد نص سكوير على الاثنين لكن هي في الحقيقة واحد سكوير على الاثنين. فهي نص زائد ناقص نص سكوير على الاثنين يعني ربع ربع على الاثنين يعني 0.125. فالحل هيبقى ربع زائد نص زائد 0.125. شوفوا بقى يطلع بكام. هو الدكتور بس هنا اتلخبط وكتب ربع زائد ربع زائد 0.125. هنزود بس ربع على الرقم ده. طيب كده مساله رقم ايه واضحه؟ طب يا دكتور معلش يا باشمهندس معلش هو هنا حضرتك قلت السكشن اللي فات احنا ما نرسمش غير كوزاين. طب ما حضرتك هنا رسمين ساين وكوزاين عادي اهو. ليه بقى؟ لان احنا في السيشن اللي فات طلب مني ارسم ماجنتيود. خليك فاكر ماجنتيود وفيز مش هرسمه مره واحده. ماجنتيود وفيز يبقى انا لما اجي ارسم الفيز بتاع بتاع الساين لازم احول الكوزاين عشان ارسم الفيز مره واحده. ما يبقاش فيه يعني ساين حاجه هي 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 كوزاين الحاجه بلس بقى على الاثنين زي ما قلنا مرفقت او ناقص بقى على الاثنين. فاقدر ارسم الكوزاين بسهوله. لكن لو انا برسم ساين ماجنتيود وفيز لازم اعرف ان هيظهر لي عندي جي وحاجات كده. هنا ما قاليش ارسم ماجنتيود وفيز, هنا قال لي ارسم مره واحده السبيكتروم. فحتى لو في نيجاتيف حتى لو في اي حاجه بروح راسم النيجاتيف عادي على نفس الرسم. فاهمني؟ فهنا لو انا برسم ماجنتيود وفيز هحاول اوصل لكوزاين. لكن هنا برسم على طول مره واحده بس بروح راسم الواحد مره واحده بس. هو كده كده اصلا انا لما جيت اجربها ساين اوميجا نوت تي وحولتها بقى كوزاين يعني اوميجا نوت ناقص 90 كده كده ما فرقش فعلا في الفريكوانسي دومين. بس لما انا جيت لكن لو انا بقى عايزها كفيز حولهم الاول كلهم وارسمهم بالفريكونسي والفيز دومين صح كده؟ ماجنيتيود وفيز مظبوط. ايوه تمام ماشي شكرا. بس الدكتور قال عادي ممكن نرسم فايز مش مشكله ما فيش فايز في الفيز لازم. ما هو انت ما هو انت طبعا ممكن ترسمها بس انت احسن لك انك تحولها لكوزاين لان كوزاين رسمه الكوزاين دايركت قوي. يعني مسائل لو مثلا مثلا لو مسألة كلها جايه ساين ايه اللي يخليني احول من ساين لكوزاين وكده؟ طب ما اخش على طول ساين على طول ما كده كده ينفع. هما كلهم كل الفيزات كلها تبقى كلها زي بعضها. لا فيز الساين غير غير فيز الكوزاين. لا انا قصدي لو كل المساله جايه ساين ما فيز الساين سابقه فيز الكوزاين بباقي على الاثنين. لا ايوه لو المساله كلها ساين ما فيهاش اي كوزاين حل الساين على طول بالظبط. لكن لو مساله فيها ساين وكوزاين حاول اي حاجه انت حولهم الاثنين زي بعض مش هتق. مظبوط مظبوط. وحولها لكوزاين اسهل لك. ليه اسهل في اسهل لك حولهم انك تحول الساين لكوزاين. الكوزاين اسهل لك لان انت لما ترسم الماجنتيود والفيز الفيز ما بقاش فيه جي بقاش فيه باي. فانت لو رحت رسمت باي باي على الاثنين بالظبط فانت صح. لو انت كوزاين على طول. هو انا بس انا مش سامع كويس انت صوت بيقطع يعني. اللي هو الريل بورت على طول اظهر يعني عشان اللي هي اللي هي الكوزاين ثيتا زائد اي ساين ثيتا. انا والله مش سامعك كويس فعلا صوتك بيقطع تماما يعني. الكوزاين احل بالكوزاين علشان الريل بورت حل بالكوزاين. اه مظبوط. عشان الكوزاين زي ما قلنا ان الكوزاين هي في الحقيقه خالص لو احنا يعني انا مش عايز اخرج كل يعني بس الكوزاين هي اكسبوننشال بلس اكسبوننشال على الاثنين. الساين اكسبوننشال ناقص اكسبوننشال على 2 جي. ففي جي في 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 زي في لاج ما بين الساين والكوزاين. الساين سابقه زي ما باشمهندس بيقول على الشات. فدايما في جي دي هتعمل حاجه في الـ في الـ في بتاع ده في الفيس دومين هيبقى فيه كل حاجه متشفته. فلو انت حليت بالكوزاين اسهل لك. لو انت حليت بالساين لو هو كله ساين وحليت بالساين على طول كده كده الشفت هيبقى موجود في كله فمش هيفرق معاك حاجه. تمام شكرا باشمهندس. اي سؤال تاني؟ طيب مسألة رقم بي وسي تقريبا نفس الشكل بالظبط بس خلونا نحلها عشان برضو في غلطه كمان شويه. اكس 2 تي ايكوال 2 ساين في كوزاين. ف2 ساين في كوزاين الساين في كوزاين هيتحول لنص ساين الفرق زي ساين المجموع. فالنص هيروح مع الاثنين فالساين هيبقى ساين المجموع اللي هو ساين 3 اوميجا تي بلس ساين الفرق اللي هو 2 ناقص 1 يعني ساين اوميجا نوت تي. هنا لما اجي ارسمهم الامبليتيود بتاع اول واحده ب1 عند فريكوانسي ب1 عند فريكوانسي ب3 لو احنا نرسم 3 اوميجا نود. ثاني واحده الامبليتيود بتاعها ب1 عند فريكوانسي ب1 كل ده 1 كيلو هرتز. لما اجي احسب الباور هيبقى امبليتيود سكوير على الاثنين بتاع اول واحده يعني 1 على الاثنين 1 سكوير على الاثنين يعني 1 على الاثنين بلس 1 سكوير على الاثنين فيبقى نص زائد نص هيدينا 1 واط.
ده كده نفس الفكرة بالظبط. آخر مسألة رقم C بيقول لي إن x of t equal sin 3 أوميجا نوت في كوزين زائد 2 كوزين سكوير، فالاتنين محتاجين يظبطوا، فأول واحدة sin في كوزين هيدينا نص sin الفرق، باخد بالي إن sin الفرق هاخد اللي جوه الساين ناقص اللي جوه الكوزين، ف 3 ناقص 5 هيدينا ناقص 2 وأوميجا نوت t زائد sin المجموع اللي هو 3 و 5 اللي هو 8 أوميجا نوت t زائد 2 في كوزين سكوير، المفروض كوزين سكوير ده بنص في 1 ناقص كوزين نص في 1 زائد كوزين 2 السيجنال. هنا بس الدكتور يعني هي المفروض في الاخر النص لما تضرب في 2 هدينا واحد هدينا واحد بس مش هيبقى فيه نص. هنا الدكتور حط النص ده يعني النص بتاعت اول واحده عملها كانها كومن فاكتور وجمع عليها دي كمان، في الحقيقه هي مش هتتجمع لان في 2 هنا هتطير النص دي. فبس ده الكلام ده اللي هيحل بايده، ياخد باله ان الاثنين دي اصلا بتطير النص، فالمفروض النص دي يبقى اخرها مع اول ترم ويبقى 1 زائد كوزين 4 اوميجا نوت دي تي دي مش مضروبه في نص. المهم يعني خلونا نحل على موجود، فالنص دي ما تضرب، تعالوا بقى نوزع النص ده جوه، فالنص في 1 ونص بقى كده ناقص نص ساين 2 اوميجا نوت تي، الساين ناقص 2 الناقص دي طلعت بره فبقت ناقص نص في ساين 2 اوميجا نوت تي زائد نص ساين 4 اوميجا نوت تي زائد نص ساين 8 اوميجا نوت تي. لما اجي ارسمها هرسم عند الزيرو النص ده دي سي، فهرسمه عند الزيرو بنص، اجي عند الفريكوانسي ايكوال 2 ارسم ناقص نص، اجي عند الفريكوانسي ايكوال 4 هروح راسم نص، واجي عند الفريكوانسي ايكوال 8 هروح راسم نص. الباور بقى هو الباور دي سي سكوير يعني نص سكوير زائد الامبليتيود بتاع الساين والكوزين سكوير على الاثنين، يعني زائد نص سكوير على الاثنين بتاع اول ترم، ثاني ترم زائد نص سكوير على الاثنين، واخر ترم زائد نص سكوير على الاثنين، هيدينا ربع زائد 0.125 زائد 0.125 يعني زائد 0.125 هيدينا 0.625 واط. طيب اي سؤال في كل اللي فات ده؟ لسه النت كان قاطع عندي ولسه جاي، فلو ممكن حضرتك بس تاخد الاتندنس تاني. طيب انا كده كده هاخده حاضر، بس حد عنده سؤال في الشيت؟ ايوه النقطه هنا سي لما حسبنا الباور تاني مش المفروض كنا هنعدل عند الزيرو عند الفور نخليها 1؟ لا مش فاهم. مش انت قلت ان فوق في اللي هو لما حسب النص متعمم على الكل بس اخر بارت مش مفروض النص يبقى معاه؟ ايوه ما انا بقول لك انا بكمل لك، انا بكمل لك حل على حل الدكتور الغلط، لكن أوكي. لما تيجي بقى تحل الصح والنص دي تطير الارقام دي فعلا هتختلف، مش هيبقى النص مش هيبقى موجود. تمام تمام شكرا. تمام حد عنده اي سؤال تاني؟ اه باشمهندس قانون الباور جه منين؟ معلش ثانيه واحده، قانون الباور جه منين؟ اول فيديو اخر اول فيديو في شرح قوي بالظبط سكشن اونلاين، او اخر اول فيديو هتلاقي شرح الباور ده دي سي ازاي ان هو سكوير وازاي الساين او اي سيجنال بيريودك بناخد الامبليتيود سكوير على الاثنين. اتفضل يا باشمهندس. طب هو انا امتى يا باشمهندس استخدم اللي هو القانون بتاع الباور اللي هو الانتجريشن، وامتى اقول ان هي امبليتيود سكوير على الاثنين على طول؟ الانتجريشن بتاع البيريودك سيجنال ده هو اللي ودانا ان احنا نقول ان الباور هو الامبليتيود سكوير على الاثنين. فلو انت مش حافظ الحاجه روح حل الساين، روح اعمل انتجريشن لنص في ساين 2 اوميجا نوت تي كل ده سكوير دي تي من 0 لتي كابيتال، هتلاقي ان ده بالظبط كده ادالك في الاخر النص سكوير على الاثنين. فهو نص سكوير على الاثنين ده هم الاثنين نفس الحاجه، بس ده بعد ده الاوتبوت بتاع الانتجريشن. يعني ممكن احل عادي من غير الانتجريشن؟ اه ما هو ده خلاص، هو اي ساين او اي كوزاين الباور بتاعها بعد الانتجريشن بيديك الامبليتيود سكوير على الاثنين، فانت لو حليت خلاص ملوش لازمه الانتجريشن، انت تاخد الباور كانك خلاص انت عارف انت عارف البروبرتي دي وبتحل بيها على طول، فده صح. تمام تمام حد عنده سؤال تاني؟ باشمهندس في اول سؤال حضرتك شرحته النمبر اوف شانلز، ليه مش 33 ليه 34؟ طيب انت فاهم لغايه 33 صح كده؟ القانون جاب لنا انتجر نمبر 33. اللي بتعمله بعد كده بعد الخطوه دي ان انت بتروح واخد ال 33 دول تعمل دبل تشيك، وده لازم حاجه لازم تعملها في المساله اللي زي دي، تروح واخد 33 دي تروح ضاربها في الباندوتس بلس الجارد باند، يعني تضرب 33 في 22 وشوف الرقم اللي طلع لك كام. هتلاقي الرقم اللي طلع لك في الحاله دي هو عباره عن الرينج بتاعك ناقص 20 كيلو هرتز، يعني في 20 كيلو هرتز انت مش مستغلهم وتقدر تحط فيهم الشانل كمان اللي هي اخر الشانل دي. في اخر الشانل دي في الرسمه هي اللي الشانل رقم 34. ليه؟ لان انت في الاخر 33 شانل دول اللي انت مطلعهم دول ليهم باندوتس وليهم جارد باندوتس،
فاصلا كده كده اخر الشانل ملهاش جارد باند، فدايما اخر الشانل دي انت دايما لما تيجي تحسب هتلاقي ان انت تقدر تضيفها في الجارد في الشانل بتاع في الباند بتاعك، فهتلاقي ان انت عندك 34 الشانل و33 جارد باند. باشمهندس معلش، هو لينك درايف المادة ده انا الاقيه فين؟ احنا معناش غير اللينك بتاعنا بس، درايف بتاعنا بس. هو عمرو هنا المندوب؟ انا موجود، انا بعته قبل كده كذا مرة، هبعته تاني. طيب ماشي خلاص، يعني هو عمرو انا شفته فعلا، عمرو بعته على الجروب، فهو ممكن يبعته لكم تاني وخلاص، بس هو موجود يعني، ولازم تبقى معاك عشان يبقى معاك عشان الفيديوهات بتنزل عليه. خلاص تمام 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 لو حد عنده اي سؤال تاني. طيب ثانية واحدة محدش يمشي عشان ناخد الاتندنس.